فيكم، أنا مريم من شركة ريل سبيس للتسويق العقاري، اللي هدفها هو إن المعلومة العقارية توصل لك بشكل واضح. النهاردة هنتكلم عن الأحياء السكنية في العاصمة الإدارية، ونبذة مختصرة عن كل حي وإيه الخدمات اللي موجودة فيه. أولاً، العاصمة الإدارية هي امتداد عمراني وحيوي للتجمع الخامس. العاصمة عبارة عن 3 مراحل سكنية بيتخللها مراحل تجارية وخدمات عامة وهيئات إدارية وحكومية وخاصة. النهاردة تحديداً هنتكلم عن المرحلة الأولى بس، وتحديداً عن الأحياء السكنية اللي نقدر نشتري فيها أو اللي موجودة بسبعة. المرحلة الأولى دي مكونة من 8 أحياء سكنية. خلينا نتخيل شكل العاصمة واعتبر إننا راكبين العربية مع بعض. لو حضرتك جاي من التجمع هتعدي بوابات العاصمة وتلف من على الدائرة الأوسط، وانت على الدائري ونازل منه هتبدا تشوف كومباوند كلاسيك وشيك جدا. الكومباوند ده خلصان بالكامل وبتسلم حاليا، وده كومباوند لافيستا سيتي، ده ميجا بروجكت على 900 فدان، وهتلاقي فيه فيديو شارح المشروع بالكامل. ولو هننزل من الدائري عند مدخل العاصمه، الطريق اللي هتمشي عليه من مدخل العاصمه ده اسمه محور بنزين، ده قاسم العاصمه نصين بالطول. واحنا ماشيين على الطريق ده هتلاقي على الشمال انشاءات، ده الحي الأول، وجواه هتلاقي مولات تجارية ومدارس ونوادي، وشمالك أرض فاضية، ده الحي الرابع. نمشي شوية هنلاقي شمالك تاني عمارات، ده الحي التاني، وده اسمه الأرتو، وهو مكان فيه كل الخدمات اللي موجودة زي نظام الحي الأول، فيه مدارس ولاندسكيب ميديكال سنتر وحضانات ومدارس. هنرجع تاني نبص على اليمين، هنلاقي عمارات شكلها كلاسيك ولونها أبيض، ده الحي الخامس اللي هو جاردن سيتي، وده حاليا مطروح للبيع بمساحات مختلفة، تشطيب سوبر لوكس، وطبعا كامل المرافق والخدمات، وفي لاندسكيب ومدارس وفنادق وخلافه من الخدمات التجاريه والترفيهيه. ولو مهتم بيه تحديدا ممكن تتواصل معنا على الارقام اللي موجوده، وهنبعت لك كل التفاصيل والشرح. نكمل على نفس الطريق تاني، هنلاقي شمالك عمارات ابيض في جري، دي عمارات المقصد، وده الحي الثالث، وده كلنا عارفين انه متاح فيه مساحات استلامات فوريه متشطبه بالكامل، والمساحات بتبتدي معانا من اول 111 متر، انظمه السداد بتبتدي من اول 3 سنين لحد 10 سنين. موجود هناك مدارس اوريدي شغاله وجامعات، وحاليا جاري تسليم المولات والمحلات التجاريه، وفي جزء كبير من الفيلات ساكن حاليا. قصاده الناحيه الثانيه على اليمين ده الحي السكني السادس. نكمل شويه هنلاقي ميدان كبير يمينه الكاتدرائيه، ده بدايه حي المستثمرين اللي بمثابه اول حي سكني متقسم لكومباوز تم طرحه في العصر، وهناك مطورين كبار زي مصر ايطاليا واس يو دي وستيلا بارك وبوكا وبيتر هو. طبعا داخل كل كومباوند في الخدمات الخاصه بيه من لاندسكيب ونوادي ومساحات خضراء. ولو دخلنا وكملنا جوه شويه هنلاقي في ظهره مباشره الحي السابع اللي هو الار 7، وده برضه بيضم مجموعه كبيره من المطورين زي مصر ايطاليا، بيتر بوم، شركه جيتس، وتاج مصر، وافامينا، وماستر، واي جي ماستر، ونيو بلان. طبعا لو دخلنا جوه الحي نفسه هنلاقي جامعات، منها جامعه شغاله بالفعل، وفنادق ومساحات خضراء كبيره، ومدارس ومستشفيات. لو رجعنا تاني المحور بن زايد من قدام حي المستثمرين وكملنا هنعدي على حي السفارات، واللي بعده مباشره هو الحي الثامن الار اي، واللي هو اخر حي سكني في المرحله الاولى، وده برضه بيضم مجموعه من المطورين زي مورديف وتاج مصر ويارو ويوسي وبرايم والفور سيزون، وغيرهم من شركات كتير موجوده اكيد اغلبنا عارف معظمها. وداخل الحي ده برضه موجود لاندسكيب بمساحات كبيره وفنادق ومدارس وجامعات ومستشفيات وغيرها من الخدمات التجاريه والترفيهيه اللي داخل كل مشروع على حد. يا رب اكون قدرت ابسط المعلومه واوصلها بشكل سهل وسريع، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي على خير. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلنا كل جديد.